جمهور غفير حج إلى شاطئ مارتيل لمتابعة العرض الجوي لفرقة المسيرة الخضراء التي تضم 7 ربابنة يقودون طائرات من صنف كاب 232. وأدت الفرقة مجموعة من الحركات المتميزة أثارت إعجاب الحضور بتناسقها وانسجامها وتناغمها عبر حركات جماعية وأخرى فردية من خلال التحليق في ارتفاعات مختلفة. ومن بين الحركات التي أدت الفرقة حركة القلب الذي يرمز إلى تعلق أفراد القوات الملكية الجوية بالعرش العلوي المجيد كسائر مواطني ومواطنات المملكة المغربية الشريفة. كما قدمت الفرقة حركات أخرى من بينها المظلة الشمسية والانزلاق الفردي والتموج الأفقي. وقد تأسست فرقة الطيران البهلواني المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سنة 1984 بأمر من المغفور له الحسن الثاني، وتعهدها بعده جلالة الملك محمد السادس نصره الله.